السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدشين سجاد فاخر في المسجد النبوي مزود بشريحة إلكترونية حيث تقرأ بنظام إلكتروني يتضمن معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها وتقادمها وانتقال عهدتها. وقع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس عقدا مع أحد أكبر المصانع السعودية لتأمين السجاد الجديد الفاخر للمسجد النبوي. قال السديس أنه سيتم توفير عدد 20700 سجادة ومادة صنعت وحيكت بأيدي سعودية مؤهلة بأحدث التقنيات ووفق أرقى المواصفات، يتميز بمتانة الصنع وقوة السبك وجودة الخيوط ويتحمل الاستخدام العالي. وغرد بدر العبد اللطيف على تويتر بأنه تشرفت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي بتوقيع عقد مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وذلك لتأمين سجاد المسجد النبوي الشريف من السجاد السعودي وفق أحدث المواصفات وأرقى مستويات الفخامة والجودة العالمية.